رائع إكسبريس الأوفياء. السلام عليكم ومرحبا بكم. حديثنا اليوم حول موضوع وفاة محمد عبد العزيز زعيم جبهة البوليزاريو الانفصالية. لهذا الغرض نستضيف معنا اليوم الأخ عبد الكبير بورقي. أول حاجة شكرا على الحضور. شكرا. أول حاجة قدم نفسك للجمهور. السلام عليكم. عبد الكبير بورقي، مهتم بقضية الصحراء، صحراوي الأصل من قبيلة يبقوت فرح الغزلان، عندي ارتباط عاطفي وارتباط واقعي بهذه القضية. أوكي. أول حاجة هضرنا على محمد عبد العزيز. محمد عبد العزيز هو مغربي، هذا لا شك فيه، الكل يعرف هذا. هو مراكشي، درس في مراكش، انتماء ديالو صحراوي معروف على انه من قبيلة الرقيبات. بعد السبعينات بدا الفكر ديالو الاشتراكي الفكر ديالو الثوري، فالتحق بالجبهه ديال البوليزاريو بعد ما اسسها الوالي في مدينه طنجة. توفى رحمه الله، هذا واجب اسلامي، لانه من توفى فاحنا المسلمون، لكل نفس بما كسبت رهينه. الله يرحمه، بات هو بقى عدو سياسي للمغرب، بات اخ في الاسلام. اوكي. اول سؤال، اشنو هما التصورات او السيناريوهات المرتقبه في رايك بعد وفاه ديالو؟ بطبيعه الحال هو يعني وفاه عبد العزيز يعني غيكون عندها يعني انعكاسات على الجبهه الداخليه وعلى المستوى الخارجي. فاولا لابد ان اشير الى مساله، انه على المستوى التنظيمي فعبد العزيز يعني وفاه محمد عبد العزيز، هناك الماده 49 في القانون الاساسي المؤسس لجبهه البوليزاريو كيقول انه بعد وفاه محمد عبد العزيز ينصب يعني الرئيس او رئيس ما يسمى بالحزب الوطني في 40 يوم حتى يتم انتخاب رئيس جديد بعد 40 يوم من الوفاه. ثانيا على انه وفاه عبد العزيز سيكون لها اما انعكاس ايجابي، مش ايجابي 100% بل 50%، لانه ربما تعطي قوه للحركات الثوريه داخل المخيمات، منهم خط الشهيد الذي سئم وتعب من هذه القياده العجوزه التي لم تعطي للشعب الصحراوي اي تطور، ووعود فاشله بعد 25 سنه الناس لا زالت تعيش في ظروف قاسيه، تعيش في مخيم لا تتوفر فيه جميع اي شروط الحياه الكريمه، ناس مضطهدين، من اراد الراي الاخر لا يعترف به ويسجن في السجون. فيعني هذا معروف، وربما التعتيم الجزائري دائما في صالح البوليزاريو. اوكي. والسيناريو الثاني؟ السيناريو الثاني ممكن انه اذا لم تتدخل الجزائر ان تاتينا يعني قياده ربما لينه في مواقفها من طرف فيما يخص الوحده الترابيه، ولكن انا استبعد هذا السيناريو. لماذا؟ لان تدخل الجزائر ستعمل عامله وجاهده على ان تنصب شخصا اكثر عداء للمغرب، لانه تنصيب شخص لين هذا لن يكون ولن اتصوره. فالمساله ذات حدين، يمكن ان يكون منعطف يعني صغير، وممكن ان تكون المساله يعني اكثر سوءا، ان ياتي امين عام لو عداء لا يتصور المغرب، وهذا راح يكون مدفوع من طرف الجزائر، لانه قامت الان بحداد، وقامت الجزائر بمؤتمر وزاري لكي تصفي الامور. وانا اقولها انه يعني الموت ديال عبد العزيز كان منتظر، فالجبهه الداخليه قوت نفسها، وربما تنصيب الامين العام الجديد كان موضوع ومطروح، لانه كان مساله وقت الموت ديال عبد العزيز. اوكي. بماذا تنصح الدبلوماسيه المغربيه الان؟ التحركات ديالها ماذا يجب عليها؟ على المغرب ان يعرف على انه في حاله تنصيب امين عام جديد الذي لا ننتظر منه خيرا، هذا يعني 100%، فننتظر من الدبلوماسيه المغربيه ان تغير طريقتها في التعامل مع الملف، لانه البوليزاريو الان كما نعرف تحاول هناك اتجاه محافظ في الحزب الديمقراطي، يحاول وعنده نظريه خاصه لما يسمى بالاقليات، فهو يحاول ان يبلور هذا المشكل لصالح البوليزاريو. والدليل على هذا هو تاثير هناك واحد اولى لوبي داخل الامم المتحده الذي دفع الامين العام ليعترف
أو اللي تخرج منه كلمة كبيرة الحجم على أن الوجود المغربي في الصحراء هو احتلال. هذا انفلات خطير، وبن كيمون أنا أقوله هو ضحية لهذا اللوبي الذي دفعه داخل الأمم المتحدة، الذي يضغط بطريقة خاصة وطريقة لوجستيكية على الأمين العام لكي يغير موقفه خصوصاً تجاه قضية الصحراء. أوكي، باسمي وباسم جمهور وقراء إسبريس أشكرك الأخ الكريم. جزاك الله خير، شكراً. مغاربة ونفتخر.